بمناسبة ذكرى أول نوفمبر المجيد، يعني يحتفل الشعب الجزائري بهذه الذكرى العظيمة. وكباقي ولاية الوطن، اليوم ولاية الطارف تشرف على توزيع مجموعة من الصيغ السكنية على مستوى جميع البلديات، والعدد الإجمالي حوالي 1486 سكن. إن شاء الله بربي نفرحوا 1486 عائلة، سواء في الريفي، سواء في السكن الاجتماعي، سواء في الترقوي المدعم.